شنو الحكي هذا؟ تقدرون تقولون المبالغ التي حولت إلى الموصل قبل سقوط الموصل بيوم إلى نينوى اللي وداها واللي أمر بيها مليارات، هذا المسكين شنو ذنب هذا؟ ثاني مناشدات عند محمد الصميدة عند الأنبار من حديثه يقول احنا مجموعة من أهالي المناطق المنكوبة بتاريخ 2013 والقبلها قدمنا إلى صندوق الإسكان لغرض شمولنا بقرض الإسكان لبناء دور سكن لنا، وفعلا استلمنا القسط الأول من القرض وبدأنا تسجيل الأقساط شهريا وحسب ما مثبت في العقد المبرم بيننا لغاية دخول عصابات داعش المجرمة لتلك المناطق، حيث تم إغلاء جميع الدوائر الرسمية من ضمن دار صندوق الإسكان، وتوقفنا جبرا عن تسديد القسط الشهري لعدم وجود دائرة. بعد التحرير تفاجأنا بقرار دفع قسطين في شهر واحد، أي مقارب 350 ألف دينار لكل شهر، وهذا بمبلغ من الصعوبة. الطونية محمد شونك؟ نعم أستاذ، السلام عليكم. شون صحتك؟ أهلا وسهلا بك أستاذ نجم. إذا بيهم... تسمح لي أستاذ نجم أقل من دقيقة. أي إيش بيهم صندوق الإسكان وياك مزعلينك ليش؟ إذا تسمح لي قبل صندوق الإسكان بنصف دقيقة. أي إنك تتصل بمن هم في حالة من الفاقة والحاجة لا يحسدون عليها، فيجدونك في استقبالهم بصدر منشرح ونفس سنحة ويد مبسوطة بالعطاء تواسيهم وتنسهم بالحب والوصال، فكنت في الكرم وحسن السجايا مثلا يحتذى به، ولهذا أدعو الله تعالى أن تستحق ثناءه ومدحه في هذه الآية الكريمة حيث قال جل ثناءه: بسم الله الرحمن الرحيم ويأسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أدعو الله أن تكون منهم، أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون منهم. الحمد لله إن شاء الله. الله يعينك أستاذ، والله أستاذ العزيز إحنا صندوق الإسكان قدمنا عليه وهسه يأخذون من عندنا القسط شهري ندفعه 171.5، هسه يقول لك لازم تدفع شهرين ومن تتأخر تصير غرامة ومن تصير غرامة يصير ربا. نعم والله كنا موظفين بسطاء وفلاحين وموظفين يعني ما نقدر على الشهرين يعني يشيلون من عندنا بس فترة داعش. تحياتي واحترامي إلى رئيس صندوق الإسكان العراقي، أنا أحييكم لاحترامكم في جباية المال العراقي، لكن بالمقابل هذا المواطن اللي أنت الآن تحمله مسؤولية أن يدفع شهرين لأنه توقف عن الدفع لما سقطت هذه المحافظات، تختزل الزمن حتى ترجع مال الدولة. إذا كان عندك مال للدولة يجب أن يرجع، وتبحث في المسببات، لازم تروح على المسبب اللي سقطت بيده وفي زمنه وأثناء أموال المناطق المنكوبة، سواء حاكم، قائد عام، قائد عمليات، ضابط، قائد القوة البرية، قائد طيران، ياهو اللي عندك تقول له أبو فلان تعال اقعد، احنا المفروض بهذه الثلاث سنوات جايتنا هالقد، هاي تأخرت وانت المسبب. زين انت راجع على هذا المواطن المقروض، بيته تفلش، فلوسه راحت، سيارته راحت، تهجر، قاعد إيجار، رواتبه توقفت. بس ارد اسألك يا معالي رئيس الصندوق، بموجب أي قانون، بموجب أي قانون وأنت عندك عقد شريعة المتعاقدين، هو لو الحرص على المال العام بهذا الشكل كان دينار واحد ما راح من عندنا. زين سيد رئيس الصندوق، سيد وزير المالية، سادة ديوان الرقابة المالية، تقدرون تقولون المبالغ التي حولت إلى الموصل قبل سقوط الموصل بيوم إلى نينوى اللي وداها واللي أمر بيها مليارات، هذا المسكين شنو ذنب هذا؟ هذا ليش هذا؟ تقدرون تفتحون تحقيق بهاي القضية إخوان؟ أنتوا ليش تطلعون صوتي؟ تقدرون تفتحون قضية؟ إيش معنى محمد صار مثل الله هذا؟ الله هذا محمدنا هذا؟ جماعة القرض الزراعي هذا، فهذا فقير، هذا مواطن فقير تتحمل أكثر من مسؤوليته، وأنت الغلطان. شا محمد اللي سقط الموصل والأنبار؟ محمد اللي سقطها بحيث لازم يدفع تراكمي؟ شنو الحكي هذا؟ هذا مواطن فقير، هذا مو محمدنا، هذا مو قائد عام، هذا مو قائد عمليات،
هذا مثلي يخشى وجهه للنعمة وفي حالة المصيبة تكمد. مذ ضمن أخطاء الكبار تتفحى الصغار. اتقوا الله اتقوا الله. دا تشوفون شلون قمتوا تتساقطون مثل الذباب مثل الذباب قمتوا تتساقطون. والاعترافات الجاية تطلع عليكم مخجلة مخجلة عمة عيونكم عمة عميوتكم يا جبناء. والله مثلكم واحد يحفر لقبر بعده هو عدل ويطم روحه أشرف إله لما ينهان قدام مرته وقدام جهاله. والله لو ملكتني السماوات والأرض وما بينهما على أن تقول لي حرامي والله بأخذ دينار سفلة. ها محمد شدك أستاذ نجم. جماعة القروض الزراعية كل يعتبر القرض مالهم يعتبر ثلاث أضعاف قرض الإسكان وكل سنة وسنتين يطفوها. يعني رئيس صندوق الإسكان أنت مطالب بالرد. سيد رئيس صندوق الإسكان بكل ود وبكل احترام وبكل ممنونية مطالب بالرد. قد تكون لك أسباب لا نعرفها لكن الذي نعرفه أنه للمواطن حق ومتعاقد معك. إذا عندك سلطة تغير العقد فبرضى الطرفين. شكرا يا محمد.